قليلة هي المرات التي يعودون فيها من رحلة الموت أحياء، هذه واحدة منها. نحو 30 طفلاً هنا في محافظة مأرب دون سن 15 عمدت ميليشيات الحوثي على اختطافهم من الأسواق والمدارس ودور العبادة، وزجت بهم في جبهات الحرب كمقاتلين في صفوفها، وعادة ما تعيدهم إلى أسرهم قتلى وجرحى. هذا مشهد تتمنى حدوثه مئات الأمهات ممن فقدن أبناءهن. هي إذن لحظات يكون البكاء فيها على شكل ابتسامات وتنهيدات موجعة. سرحوه أخذ علي فقعس أن أنتم بقى تدرسوا طب وبقى تدرسوا مدريش وبقى تجسوا هنا في ذمر ولا بقى تصيروا بقعة اتصلت لا تلعب ولدي لا المهم أخذوهم ما عاد شي بقي ذمر ما دريت أنجو كنت أقول أنجو ولدي أنا المشرف دي سرحه يا علي يقول لي فلان اتصل عند فلان المهم 4 أشهر وانا في دوامه 4 أشهر وانا مجل اخر شيء اتصلوا لي ولد استشهد انت شوفوا قد كان عقلي مضروب قد كنت اكل حبوب من حق المجانين اليوم فرحتي ما توصف وكنا عدو ولدي هذا عدو خلق واكثر من يوم ولدت به عدو طفل لان قد ولد جال سرح كبير جاء يعني عدو في سن الطفوله لكن قد ملان عيني. مساعدات نفسية بذلتها جهود الإغاثة ونفذتها مؤسسة محلية مدنية لأكثر من 27 طفلا في محافظة مأرب لمدة شهر كامل قدمت فيه أنشطة ثقافية ورياضية ورحلات ترفيهية وجلسات تهدف إلى دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع ضمن برنامج تأهيلي موسع ويشمل البرنامج محافظة مأرب وعمران كمرحلة ثالثة وهي إضافة لمراحل سابقة استهدفت أكثر من 80 طفلا من محافظة عمران وتعز والجوف ومأرب في محاولة لتخليصهم من آثار الحرب. أول ما جانا داخل المدرسة ورجع الأستاذ رفض أن يخلينا نسرح واحد من العساكر حط بندقة في رأس الأستاذ والمدير ما كان بيشوفك رد بزونا والعسكري اللي كان طارع بندق في راس الاستاذ طلع مع راتب وسرحنا دخلونا صعده جلسنا شهر ندرب ضربنا فوق المجيتري وفوق 23 وعني ولا ضربت الهاني الطحور وعدد السلاح دربنا ثم ردوا دخلونا الجبهه نعم جبهه القناصين. لا تهتم الأطراف المتصارعة بهذه الفئة وما ينتج عن مشاركتهم في الحروب، لذلك لا تتوانى في استقطاب المزيد منهم إلى ساحات المعارك والتي تحتاج في المقابل مزيدا من المبادرات النوعية والدعم النفسي لأطفال كلهم استعداد لبداية جديدة يستعيدون فيها حياتهم الطبيعية ويمارسون أنشطتهم كالفن والرسم ينسون من خلالها ويلات الحرب. من مدينة للموت أو هكذا صدرت مأرب لسنوات، فشاءت الحرب أن تجعلها ملاذا للنزوح، وحين استراحت من الحرب قليلا تجاوزت هذا كله لتصبح مدينة للبدايات الجديدة حتى للأطفال الذين أرسلتهم الميليشيات إلى الجبهات. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.